مستر آدم، يسعد مساك. مساء الخير مستر آدم. بداية تعرفنا وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حياتك. أهلا وسهلا جماعة، أنا من الصين، في أردن منذ 94، 25 سنة بأردن. فبعد أجربت كل حياة بأردن، يعني قررت يفتح مخيم في وادي رام. فتحنا مخيم في وادي رام اسمه كوكب صحراء، وفتح مطعم صيني في بيترا داخل فندق إيدون، هسا وحيد مطعم صيني في بيترا. وطبعا شغالين هسا 4 شهور في وادي رام، وشغالين 4 شهور في بيترا. الحمد لله، يعني حياة في أردن، يعني أنا جيت من 94، أردن أمان وشباب كويسين محترمين، وكثير كان في مشاكل، بس كل في مساعدة من أردني. فقررت يعني بلش شغل في أردن، يعني عشان خلي أردن يعني تدور بسياحة، تدور بمنطقة جنوبية خدمة، وتحصل خدمة في قطاع سياحة. مستر آدم، ما هي الخدمات التي تقدمها في مخيم كوكب الصحراء؟ نحن في مخيم هسا جبنا كل معدات من الصين، وفتحنا 10 غرفة عبارة سوبر ديلوكس جوا صحراء، جوا خيمة، في حمام، في مكيف، ثلاجة، وغرفة زي فندق 5 نجوم، في شاور، مية سخن بارد. ونحن في كمان مطعم كبير، خدمة ل 200 إلى 300 شخص، ويعني ممكن جروب سياحة في صحراء ممكن كمان يأكل أكل عربي، يعني زارب، يعني مشهور بزارب بمنطقة وادي رام. ويعني كل نحن قدم أحسن خدمة بصحراء. يعني نعم مستر آدم، ما هي المشاكل والمعوقات التي تواجهك في نطاق عملك؟ مشاكل بشكل عام ما فيش مشاكل، بس يعني أنا أحب الشباب أردني يعني يشتغل، يعني هسا في أردن نحن فتح شغل، يعني نحتاج بس شباب بنات يحب يشتغل في جنوب، يعني هسا جنوب هسا يعني بحاجة إلى أيدي عاملة. أيوة أيدي عاملة. نعم مستر آدم، ما رأيك بنعمة الأمن والأمان في الأردن؟ أمان بأردن يعني ممتاز، يعني باسم إلي يعني كان فتح محل في عمان، يعني أعطيكم مثال، يعني كان أنا فتح محل في عبدلي مقابل مشروع حريري، هذا مشروع هناك، وبالليل يعني قزاز محل مكسر، أوكي، سرق جوا لابتوب، شو اسمه، أشياء ثقيلة، ونحن خبرنا شرطة، ويجينا شرطة بالصبح فجر 5، على طول يجي شرطة. بعدين يعني يجي أهل المنطقة بيقول ابني كسرت بابكم، وهاي اللابتوب، هاي أشياء، هذا يعني جبت من محل، خلاص آسف جدا. ويعني أنا بقول والله هذا في أي بلد مستحيل، يعني في أي بلد أخرى مستحيل في هذا. ما هي مشاريعك الأخرى؟ مشاريع أخرى هسا نحن بدنا نكبر المخيم، يعني ممكن يوسع 40 خيمة في منطقة، بصير كمان بدنا نكبر المطعم،
هسا في عمان شريك مع قرايبي وفتح 3 نجوم فندق في عمان. طبيعة الأسعار كويس، يعني صار في وادي رام صار رخيص مش غالي، و يعني بنفس تصنيف يعني سعره رخيص يعني. ومطعم كمان نحن نقدم وجبات لجروب السياحة برخيص. مستر آدم، ما هي جنسية السياح؟ أجانب عرب؟ جنسية السياحة هسا أردن يعني من مختلفة جنسية، من مختلفة بلد يجي أردن يعني عشان أمان، عشان يعني الشباب تعاون مع السواح يعني في منطقة يعني كويس، فكل هذا يعني سواح يجي أردن مبسوط وبيحس أمان. ومختلفة جنسية يعني أكثر. هل يوجد منافسة؟ منافس موجود، منافس يعني مين بيقدم خدمة أحسن، مين بيقدم أسعار أحسن، طبعا يعني بيصير يأخذ زبون أكثر يعني. مستر آدم، بدنا منك كلمة لجلالة سيدنا الله يطول بعمرك وعمره الملك عبد الله الثاني بن الحسين. نعم والله أنا شخصي وعائلة كله يعني نحن شكرا لجلالة الملك عبد الله الثاني، وأردن يعني بلد أمان، ويعني الشباب تربية كويس ومن مدرسة وجامعة، ويعني كثير يعني بيحس أمان في بلد هون، وشرطة بتعاون مع أجانب، نحن تشكاوي أي شيء مباشرة الشرطة يجي ويعني يقدم خدمة، وكان في حادث على طول يجي تبع ديوان دفاع مدني، يعني خدمة في بلد ممتاز. مستر آدم، كونك جيت شاب على الأردن للدراسة، نعم، ما هي نصيحتك للشباب الأردني؟ يعني أنا الشباب الأردني هسا فرصة كبيرة عشان أردن في منطقة أمان، وبيصير في كثير مستثمر يجي بده يستثمر في بلد، يعني أنا بشجع شباب أردني بنات أردني يشتغل، خصوص تدرس لغة إنجليزي ومهنة، يأخذ مهنة فني يعني ممكن طباخ، ممكن ميكانيك، ممكن أي شيء، بس في يعني يقدر يشتغل بأي عامل يعني بإيد في مهنة، يعني أنا بحس يعني فرصة كبيرة في بلد يعني. كيف تنظر للسياحة في المستقبل؟ السياحة بأردن يعني هو أساس وحساس كمان من منطقة، يعني منطقة سوري وإسرائيل وفلسطين مصر يعني العراق، كل هذا يعني حوالين أردن يعني بأخبار، كل هذا يعني معروف مشاكل، وأردن وحيد في منطقة هون أمان ويحتاج دعاية، وأردن يعني السياحة يعني السواح يجي كله مستغرب، بقول له آه بلد عظيم، وفي جراش، وفي بحر ميت، في وادي رام منطقة حلو، ما في دعاية، نحن ما نعرف، يجي بقول له والله أحسن من أي بلد أخرى، يعني بقول له هذا بلد عظيم. عنوان المخيم بالضبط وين؟ نحن مخيم في وادي رام في ديسي، قرية ديسي، يعني أول خلص قرية ديسي بدك فوت على يمين منطقة مخيمات، نحن أول مخيم في أول فوت منطقة ديسي. و للتواصل أرقام تليفوناتك؟ تلفوني شخصي سهلة 0 3 7 0 3 1 8، يعني 0 7 7 7 0 0 1 1 1 8. سهل. كلمة أخيرة لمين تحب توجهها برفضائيتنا؟ نحن آخر شيء وكل شيء مهم، يعني شكرا لملك عبد الله الثاني، ويعني نظمت بلد في منطقة وأعمان، ويعني هذا أهم شيء بكل شيء يعني، والشباب
أردني يعني كريم وتعاون مع أجانب أهلا وسهلا، دائما بيحكي أهلا وسهلا لأجانب، يعني خلي أجنبي بيحس بلد يعني مش غريب، يعني فوت أردن بيقول هذا بلد يعني ممتاز ويحب أجنبي يعني. شكرا لجهودك مستر آدم، يعطيك العافية.